تارت الأرز بالأناناس أو تارتة ديال الرز بالأناناس. هنحتاج فيها إيه؟ لبن، سكر، فانيليا سائلة، زبدة، براون شوغر، بيض، رز مسلوق، ونشا، وأناناس، وخوخ كمبوت الاثنين. أول حاجة هنحتاجها هناخد الزبدة بتاعتنا. أنا عاوزة أشمر النهاردة كتير. هاخد الزبدة هنزلها وهشيلها من هنا عشان ما تتحرقش معايا. هقلبها تقليبة بسيطة، هتبتدي تسيح معايا، وبعد كده ننزل فيها باقي المكونات بتاعتنا. طيب الزبدة بتاعتي ابتدت تسيح، هاخد كمان في الفترة اللي هي بتبتدي تدوب فيها هناخد طاسة ونحضر فيها برضو براون شوجر، ونحط فيها الأناناس بتاعنا، وهنسيبه هننساه ده هنا، نكون احنا خلصنا الطبخة بتاعتنا وهو لسه. طيب أول ما الزبدة بتاعتي تبتدي تبقى بنيها شوية هنزل فيها الرز. الرز بيبقى مسلوق وهقلب، هقلبه لحد ما يبقى عندي كله نفس اللون، اللون اللي هو لون الكراميل او اللون البراون. وهقوم جايبه ايه؟ اللبن بتاعي. بالشكل ده ناخد اللبن. الرز طبعا بنسلقه في ميه عاديه ما فيهاش اي حاجه. اوكي، وناخد الفانيليا والسكر وننزله، والفانيليا السايله. ممكن نستبدل الفانيليا السايله بالفانيليا باودر، هتبقى حلوه. انا هكتفي بالسكر ده وهحركها بسيط. اول ما يبتدي يغلي معايا خليني اخد هنا شويه سكر ازوده على ده، على البراون شوجر من فوق. طيب زي ما انتم شايفين اللبن ابتدى يغلي معايا، هاخد البيض، بس اشيل القشره دي، حته قشره البيض. اللبن هيبتدي يغلي معايا، هنزل البيض بتاعي وابتدي احرك. انا هحرك، هي هتبتدي لونها يصفر معايا او لونها يتغير معايا، ده اللي انا عايزاه. يعني بصوا ده البيض اللي بيعمل فيها كده، بيديها تقل، بس انا ما بعتمدش على البيض لوحده. هتبتدي تغلي معايا، وهبتدي انزل فيها النشا من غير ما ادوبها في الميه، وهبتدي احرك. يعني النشا هنا مش بندوبها في الميه زي الرز بلبن او زي المهلبيه، لا، احنا هناخد النشا بالشكل ده، وهبتدي اقلب فيها بالراحة بحيث انها ما تكلكعش معايا. الفترة دي انا هبتدي اوطي عليها، كل ده على نار عالية، انا هبتدي اوطي عليها، بس انا عايزاها تتقل خالص. هبتدي انزل فيها كمان شوية، هي بتبتدي تتقل معانا، تبقى تقيلة خالص معانا. اول ما تبقى تقيلة ده اللي انا عايزاه. خليني اخليها تغلي شوية، وبعد كده هقوم محركاها تاني، بس هقلب الأناناس بتاعي. أنا عايزة اللون ده، اللون الكراميل ده اللي انتوا شايفينه. ونحرك، أهم حاجة ما تبطلوش تحركوها لأنها عايزة تقليب كويس جدا. هنفضل نقلب فيها لحد ما تبقى عندنا بالسماكة دي أهي، زي ما انتم شايفين النشا بتعقدها على طول، بتخليها ماسكه على طول. والاناناس بتاعي برضو جهز. طيب انا كده هكتفي من التقليب، واحضر المون او الصينيه اللي انا هحطها فيها. تمام، هناخد حاجه بايركس عادي جدا،
ونقوم جايبين اول حاجه، اول طبقه هنعملها الاناناس العادي اللي احنا مقطعينه شرايح، وهي بتغلي معايا الرز بلبن. هنخليه يغلي ونحضر احنا الصينيه بتاعتنا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو. ناخدها من على النار، خلينا نشيلها من على النار، بس هي اول ما تغلى معايا حتى ما بتاخدش معايا وقت في التلاجة، لانها بتنشف على طول وبتمسك على طول، يعني هتاخد لها حوالي تقريبا ساعة وتبقى جاهزة معاكم للتقديم. ونبتدي ننزل، اللي عايز يقدمها بالشكل ده هيقدمها، اللي عايز يقدمها مقلوبة يبقى بدل ما يعمل أناناس اللي هو الأصفر عادي الأول، هو الأول هيعمل أناناس اللي هو مكرمل أو بالكراميل، يعني هيبدل ده بده، بدل الطبقة اللي هي البيضة الأناناس البيضة لا هنعملها بالكراميل، ولما تنشف معانا هتتقلب معانا عادي جدا، يعني ما تقلقوش هتتقلب وهتنزل معاكم، بس اهم حاجه تبقى ماسكه نفسها، نتاكد انها ماسكه نفسها. هناخد الخوخ الكمبوت، حطينا اول طبقه اناناس، ثاني طبقه اهي بالرز اللي عملناه، ونبتدي نملى الطبقه اللي في النص. عايزه اقول لكم طعمها بيبقى خطير وهمي، ممكن ندخل معاها كمان المشمش بيبقى معاها حلو. هبتدي، بصوا مسافة ما بحطها اول ما تبتدي تبرد هتلاقوها بتنشف معاكم. هبتدي انزل بالراحة، الطريقة دي. ناخد الاناناس، بس الاناناس اللي احنا مكرملينه، اللي احنا عاملينه مكرمل، بصوا اساسا لونه وريحته فظيعه بتبقى. بسم الله، ونضغطه بسيط. هنحتاج ندخلها التلاجة هنحتاج ندخلها التلاجة مدة ساعة ان شاء الله، وهتبقى جاهزة للتقديم.